في الواقع ملحم حوالي الساعة الواحدة تماما حصل هذا الانفجار. هو يقع القصر عدل يقع في عمق هذا الشارع. في الواقع هناك طوق أمني فرضته السلطات الأمنية السورية يعني منعا لأي يعني إرباكات أو ربما تطورات أخرى. الحصيلة حتى الآن وهذا هو المهم هناك 31 شهيدا وحوالي 65 جريحا، بعض هذه الجراحية صعبة للغاية. لماذا؟ لأن التفجير أساسا جرى بحزام ناسف انتحاري فجر نفسه داخل بهو ذلك القصر، القصر عدلي الذي كان يكتظ بالعشرات وربما أكثر من ذلك من المراجعين، إضافة للموظفين في الدوائر المحاكم في الواقع في هذا القصر، القصر العدلي القديم الذي يبعد يعني فقط حوالي 50 مترا عن مدخل سوق الحميدية. نقل الجرحى بشكل أساسي إلى مشفى دمشق. الحالات يعني هناك حالات ربما أكثر من نصف هذه الحالات هي حالات صعبة نتيجة يعني عنف هذا التفجير والمكان المغلق الذي يقع فيه هذا التفجير والذي تمكن الانتحاري من الدخول في الواقع. وعلى ما يبدو يعني هناك معطيات أولية تقول إلى أن هذا الانتحاري كان يرتدي زيا عسكريا يعني وهو ما خدع ربما أو وهو ما أدى إلى دخوله من داخل السور الخارجي إلى داخل بهو هذا المكان إلى داخل قصر العدل. هناك في الواقع حتى هذه اللحظة هناك الأدلة الجنائية والخبراء الفنيين الذين يعني يتابعون العمل في هذا المكان. نعم محمد، حسب الروايات الموجودة حتى الآن هل تم كشف هذا الانتحاري قبل التفجير نفسه ومن ثم فجر نفسه بعد ذلك؟ في الواقع على ما يبدو أن هذا الانتحاري تمكن من الدخول مستفيدا من الزي العسكري الذي يرتديه لداخل ذلك المكان. كشف على ما يبدو بعد ذلك أو ربما جرى الشك به من بعض العناصر الشرطة قبل ذلك. يعني حتى يعني قبل قليل كنا نعين المكان وجدنا يعني فوارغ الرصاص، يعني على ما يبدو جرى إطلاق نار قبل أن يقوم هذا الانتحاري بتفجير نفسه. وكان قد وصل بالأحرى، يعني لو كان قد كشف فكان قد تجاوز الحاجز الأمني الدقيق في الواقع الموجود على مدخل القصر العدلي. هذا الحاجز هو غير الحاجز الآخر الموجود، لأن كما هو معروف منذ يعني أكثر من سنتين جرى تدعيم هذا المكان ب يعني مجموعة من الإجراءات الأمنية خوفا أو خشية أو ترقبا ربما لعمليات إرهابية تستهدف مثل هذا المكان. من المهم أيضا الإشارة إلى أن كل أو يعني السواد الأعظم من المراجعين هم أصحاب قضايا مدنية وقضايا جزائية وصلح، وهي هم مراجعون مدنيون بالكامل. يعني هكذا قبل كل قليل كان يتحدث إلينا وزير العدل السوري الذي كان يتواجد في هذا المكان. طيب محمد، يعني لا أدري إن كنتم تواصلتم مع المصادر الطبية ومن خلال أوضاع الجرحى، هل ترجح هذه المصادر ارتفاع عدد الضحايا هذا التفجير؟ للأسف يعني حسب يعني منظر الدماء الموجود كان في قاعات القصر العدلي، يعني حتى هناك بعض الأشلاء كانت يعني ملتصقة بالجدران هذا البناء. أيضا حتى المسعفين، كان هناك مسعفين من مديرية الصحة دمشق ومن الهلال الأحمر تحدثوا بالفعل عن حالات هي حالات صعبة، يعني هي التمنيات دوما بالشفاء لكن كانت هذه الحالات صعبة. ومرد صعوبة هذه الحالات أن الانفجار بهذه الكمية أو بهذا الحزام الناسف كان ضمن يعني جدران مغلقة للغاية. القصر العدلي هذا بناء قديم يعود إلى مطلع القرن، أي هو من البناء الخرساني، لذلك حصل هذا الانضغاط بين أجساد المدنيين المراجعين لهذا المكان.